السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الدرس الثالث ديال الأسبوع الثاني من حصص التعليم الصريح وخاصة بمادة الرياضيات المستوى الرابع. الدرس هو تحت عنوان جمع وطرح الأعداد من 0 إلى 3999. إذا كنبداو بهذا العملية وهي عملية الجمع. إذا كما تلاحظون، إذا بغينا نجزوها كنحطو الوحدة تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، المئات تحت المئات، ثم الآلاف تحت الآلاف. نجري العملية بالطريقة، ثم ننتقل إلى العشرات، ثم المئات، ثم إلى الآلاف. كتخرج لنا النتيجة هي 4056. إذا العملية ديال الجمع هذه هي النتيجة ديالها. شوف العملية الأخرى سنضعها ثم ننجزها بهذا الشكل هذا، والنتيجة هي في هذه المتساوية، هذه كتسمى المتساوية. إذا هنا العملية ديال الطرح، إذا بغينا ننجزها غادي نديرو المبادلة على الطريقة، ثم ننجز 8 ناقص 1 تعطينا 7، 14 ناقص 5 تعطينا 9، إلى آخره. 4 ناقص 3 هي 1. إذا أنجزت عملية الطرح 3516 من 5492، فحصلت على الفرق التالي 1976. يعني العملية سأنجزها عكسيا، إذا غادي نديرها بالطريقة ديال الجمع. شنو غندير؟ أنا أخذ هذا وغادي نزيد ليه الفرق اللي خرج ليا، نشوف واش غيخرج ليا هذا ولا لا. دونك 6 زائد 6 كتساوي 2، 12 عفوا، كنحطو 2 كنحطها بواحد. 7 زائد 1 زائد 1 كتعطيني 9، 5 زائد 9 كتساوي 14 كنحتفظ بواحد. ثم 3 زائد 1 زائد 1 تساوي 5. إذا هنا خرجت لي 5492. إذا فعلا هذه العملية هي عملية صحيحة، تحققنا منها. نفس الشيء غادي نديره هنا، نحسب أولا النتيجة ثم نتحقق منها هنا من صحة العملية. إذا باش نزيد هذه العملية ديال الطرح أنجزها وتحقق من صحتها. كيفاش غندير؟ كنجز العملية ديال الطرح هي الأولى بهذه الطريقة، ثم هنا نتحقق، ناخد حد الثاني ونزيد ليه الفرق. هنا ندير عملية الجمع، عملية الجمع بهذه الطريقة، إذا خرجت لي 7350. واش فعلا صحيحة؟ نعم هي صحيحة، 7350. إذا بهكا كنكتب المتساويتين ديال الطرح وديال الجمع، هذه متساوية ديال الطرح وهذه متساوية ديال الجمع. إذا تذكروا الخطوات، الخطوة الأولى هي ننجز عملية الطرح، نقوم بالعملية العكسية أي نجمع المطروح والفرق، نتحقق من أن المجموع يساوي قيمة المطروح منه. إذا غادي ننجزو هذه العمليات. عندنا العملية الأولى كندير الطرح ثم نتحقق بالجمع، على العكس أنا درنا الطرح تحققنا بالجمع. نفس الشيء هنا ندير هذه العملية. إذا هنا العملية الأولى ثم الثانية، وبهكذا كتكون الحصة سالات. وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة المقبلة.